اوكي اه اوه دام طايح. اه هذا هو الكنز ماله. اه يدور على سمشته. ايزيكو اه يا بنتي توسا يا ابي السلام عليكم شباب شوكم شخباركم اهلا بكم قناة العاب خنفشارية وراكي جمار اهلا بكم بالحلقة رقم 43 من اللعبة الخنفشارة سيكيرو شادو داي توايس. طبعا ان شاء الله بحلقة اليوم راح نكمل استكشاف هاي المنطقة. اكو بعد جزء من القصر بعدني ما مستكشفه. اوكي طبعا اثناء المونتاج لاحظت هاي المكان ما شفته فيب مثل ما توقعت. زين متت ما عدت من جديد. نسوي هيك نوب هيك شياب دايم يا اخي المنطقة. اوكي نسوي هيك شياب اقدر اطيح فوق البناية. نايس ياب هذا الجزء من القصر اللي ما استكشفته. اوكي طبعا اذا عجبكم ادائي اذا عجبتكم السلسلة لايك واشتراك يكون دعم ممتاز ونزر مشاركة بس انسخ الرابط يكون دعم تحفة. ياب ادري راح يشوفني ادري. لا تقدر اطفر فوق. اوكي كلب ابلع. نايس 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 اوه ابلع. مش عندك ناس كراكو. نايس نايس لحد الان نايس لحد الان جاي نستكشف. هل اكو لود فوق؟ يا اخي هاي الموسيقى والله ضوجتني. جاي تستكشف على راحتك؟ لا طلعت الموسيقى. سوي فرد شي بشكل مسالم يعني طلعت الموسيقى. اوكي يا ابو فهمنا كل شوي تطلع الموسيقى. شلون اصل فوق يا لود؟ اذا طفرت هيج اوه نايس هاي مو اي واحد يسوي هيج ترى. اوكي ياب ماكو لود. يا يا هو هذا يا هو هذا. لا مو هاي. لا يا اخي لا ولك راح اموت والله ازعجني. بس ما ازعجني مثل ما ذاك هول النبلاء ازعجوني. لا ما راح يموت هيك ما راح يموت هيك. راح يتجوع ياهو راح يظل يزعجني. شنو تقدر اطفر فوق بس ما ادري ايش بي. وات دخلت بالحيط انا تو لو انا اتخيل. اوكي اذا طفرنا هسه هيك ايزي بس راح اتدمج. اوكي يا اخي جيت اجلدك انا جيت اجلدك جيت اجلدك يا واسخ يا واسخ ازعجتني. اوه يا اخي الازعاج ماله مو طبيعي. كل شوي طقت النغمة مالته. اوكي نغمة المواجهة. اوف اخيرا يا رجل اخيرا اقدر اتنفس يعني. توه كل شوي مزعجني كل شوي. اوكي ما اقدر انزل جوا لا ما اقدر انزل جوا. نايس نايس اخيرا راح نشم هوا. شلون راح اقدر انزل جوا؟ الو اريد ادخل بالهاي المنطقة اللي ما اعتقد المفروض اتواجد بيها. انزل ياب نايس. لا ما اقدر ادخل هنا شاب. والله ضجت من الاغنية خرب هنا. مضوجتني حيل مضوجتني هاي الاغنية مال المواجهة. اوكي ها منطقة فارغة بشرفكم. عجيب مش تقدر اجي من جوا يب مش تقدر اجي من جوا. لا تزعجي من هسه حتى لا تطلع الموسيقى هاي لان تعبتني نفسيا هاي الموسيقى. شوف اذا كلوت هنا. لا ما كلوت هنا. ناقصتني كم حلو شفه. اوكي
لا ما اريد اسمع الموسيقى ابد، ما اريد اسمع الموسيقى هاي. اوكي هلا كلوت شي، لا ما اكو من انا، انا قتلت الساحر. يا ابو كلوت ما جاي اقدر يعني قوه جاي اقوى. اوكي شوف شكو منا. شوف جده ايش ضخماته. شوف ذا كلوت هنا، ما كلوت ما كلوت. عندك ذاك ماخذ راحته. طابق ثاني يمكن بيلوت، ماكو احلى من اللوت. اوكي اللي لونهم بنفسجي. اوكي ذولي يطلقون كهرباء. شوف هذا نفس الاوجر بس ما يتحدد عليه. اوكي العزيز لا خلك قاعد، والله خلك قاعد، هذا يطلق كهرباء. اوكي كيس دراهم نايس، ما اقدر ما اريد اذب نفسي جوا الماي. اوكي خردة ادمنت تاع عندي اياها هاي. نطفر هيج. ودي رحت وياه بس خل نسوي ريست هنا. زين قدرت اجي لهالمنطقة. اوكي خل نحاكي الزلمة الطيب. السمكة النبيلة نبيل انا السمكة ادعوه بسيدي. ها ايش عليك؟ اطعمه اطعمه. على الجرس ان يقرع. نارس نارس ليسي اطعم. هذا اللي يربي المتورط بالسمكه، هذا يصير ابو الحجيه اللي التقيت بيها. قالت لي ارجوك انقذ ابوي. نبلاء القصر. اوكي نبلاء القصر استدرجوا لي هنا. سووه واحد من عندهم بس يعني بشكل يعني شلون متضرر هسه هو. يعني صار خالد شغلته الشاغله بس يوقف هنا ويطعم السمكه الكبيره. دق الجرس. اوكي اوه دام استخدم الطمع النفيس. الطمع شنو؟ طعم النفيس بحق. احلى شيء مسمينه الطعم النفيس بحق. اوكي ليش لا؟ لا بعد كم ايش قد عندي؟ ثلاثه مدري اربعه. اوكي بعد شبعك اليوم، شبعك اليوم. البيت بعد يب عندي طعم النفيس. يب انا ما ارد اخطا واعطيه من الطعم النفيس بحق. اختير الطعم النفيس؟ لا. نايس دايم يا اخي. والله خلاص ادعي مره ثانيه. تعال لا يلا يلا روح غيرت رايي. ايش رايك؟ وكلت له لا؟ اوكي شوف شو قد اكلك. سيدي سيبتهج سعيد ميديتاشي ميديتاشي اوبيا تورس يحكي على كيف؟ حرشفه. لكن هنالك البعض ممن يمجد سيدا معينا ويعتبر هذه الحراشف بين الأنفس أنفس الأشياء في العالم، لهذا السبب يمكن لتجميعها أن يستحق العناء. طاني أربع طاني ممتاز. عليه أن لا يسمن باعتدال باعتدال. مخلينا سيد علي هاي السمك السمكة. هاي السمكة خل أحكي لكم قصتي. هاي السمكة بكل اختصار هي يعني شلون هذول اللي داخل الجرة. المهم لما يصيرون بهذا الحجم احتمال اكو احتمال بانه يعني يتطورون ويتحولون الى شنو يتخيلوا الى تنين. مدري شلون بس يقدرون يتحولون الى تنين في عمليه ما. اذا ما قدروا يتحولون الى تنين راح يموتون مثل السمكتين الموجودات بقاع البحيره. خل نروح العزيز هسه بال
بالثقافة الكورية عندهم فرشي اسمه ايموجي اللي هو ثعبان كبير، اذا تطور راح يصير تنين. بس اكو شغلة غريبة بهذا الايموجي اللي بكوريا، اذا قلت له انت حي راح يعصب ما ادري ايش، راح يتحول الى شرير. لا هذا تشرى اللي انا ديك منها. شراء اشتري هاي 12، اشتري هاي همه ممتاز اونوشي. حتى لو اتخذ الامر مسيرا ممتاز، مو صار عندي القناع، قناع التنين الراقص. هذا شنو فايدته شباب؟ هذا القناع قلت قناع رقص على شكل راس تنين، اعيد كاملا وضع قطع مع بعضها، منح القابليه على استبدال نقاط مهاره بشده الهجوم في قائمه صنم النحات. تلبس محارب الاوكامي هذه الاقنعه في قصر ميلامتو حيث يرقصهم. هناك قربان للتنين جعلتهم هذه الاشعار مفعمات بالعنفوان دون تفسير واضح. هذا القناع اذا عندي 5 نقاط من هذا النقاط راح اقدر ازيد من شدة الهجوم، اللي هو شيء ممتاز. اول شيء 5 نقاط يبدا، انا ابغى يبدا يزداد بزيادة خارقة، يعني بعدين احتاج 10 وما ادري ايش قد، فوضع يصير كلش يعني مكلف خلينا نقول حتى ازيد من شدة الهجوم. فايه اتذكر شفت لوت هنا. اوه شبوطة تعي حبيبي، صرت صديقها بعد. اوه اسبح بصفها وعادي يعني شبوطة. اوكي اوه عادي ما تسوي لي شيء، ما راح اجرب اطقها. بعدين نجرب. هنا انا ما اكو لوت، اكو جاي شوف لوت جو وكلش من العمق. اوكي لوت فرد شي حلو يعني خرجت ادمنت. احتاج هذا المتفجر ما ادري شي بارود متفجر اللي يصير لون ابيض حتى اقدر اطور. كيس درهم خفيف. ما بحثت باليوتيوب وين موجود هذا، ما متحمس للفارمنج حاليا. اوكي هل اذا طقيتها راح افضل صديقتي يعني هاي السمك؟ انت شوف وجهها، شوف وجهها خرب، شوف وجهها في الرعب، هذا رعب. إذا طقيته عادي يعني عادي عادي يب عادي يعني. طبعا الهيرلس اللي قتلته بعمق هاي البحيرة كان مكتوب لما قتلته مكتوب بأنه هو اجي لي هنا أنا على المود أخوه أو ينقذ أخوه أو هيتشي. هو محارب عظيم واجه ذولي الموجودين هنا أنا بس للأسف انجلد، ومكتوب يعني احتمال لو كان أخويا كان قدر يفوز. المهم اونوشي اونوشي هسه راح نطيها الاكل الهاي ليفل طعم. اريد انطيهم اثنيناتهم بالله شلون. نبيل جره هرانه كوري يا شنو الفرق بيناتهم؟ الو انطيها لي ثاني، اريد الثاني انطي الثاني لا اريد الثاني انطي طي الثاني. راح يجي ان شاء الله يجي. لا ما راح يجي، ما راح يجي. ليش طيته وكلت السم. انا السم مال يها، وانا يعني تمنيت بانه اقدر اعطي السم يعني. يدور على سمجته او يدور على سيده. سيدي خطيه. ايش فقط علي سيدين انت ايزكو. قلبي بدأ لا تفعل شيئا. What the hell تفترت انا هسه خطيه قلت مسكين يا اخي. اوكي طايح. هذا هو الكنز ماله. لازود دي نفيس يستخدم لاعلى ترقيات هذا ياب. هذا هو تحول الى شبوط. شلونك حجي النفيس؟ مزيد من النفيس، اعطيني المزيد من الحراشف. ما عندك شي بخير حب، ما عندك شي بخير يعني. ياب اقدر اشتري من عندك كل شي. دام نفيس مزيد. شوف صاحبنا اللي هنا. وات ذا هيل، ميت هذا اللي هنا. يعني لازم اختار واحد بنعدهم. اللي يسأل وين السمكة، هاي هي السمكة، السمكة العملاقة.
اوف اه يا اخي يخرب بيتك، شوف الشكل. اوكي اه شارب ابيض كبير، شارب ابيض لا يقدر بالثمن، مأخوذ من الشبوط الملون الكبير، ورغم من ان الشبوط الكبير لا يموت ميته طبيعية الا ان بالامكان نتف شاربه. وات عنده شارب شانون وعنده قتله. صوت اقتلاع الشارب هو بالتأكيد كالموسيقى بالنسبة لأناس معينين. سيشعر البعض بالراحة لانتهاء مهمتهم، بينما يشعر آخرون بالسعادة لتحقيق حلمهم. سيشعر البعض بالراحة لانتهاء مهمتهم، اللي هو اللي أطعم السمكة. أوكي هذا المسكين اللي بتتورط بالسمكة. الناس اللي راح يكونون سعداء هم الشخص اللي حررته أنا، الشخص اللي يعني شلون هذا اللي تحول شبوط. ياب أوكي هسا نروح للعزيز نوشي. ويا والله صوتي يقطع خرب. إنه احتفاظ بالشارب الأبي، أحلى شيء الشارب. أنا بالحلقة السابقة قلت لا ذاك الحكي للتنين، طا الشارب الأبيض الكبير. اولي شويش تشوف فجأة تحسكر وين جيت بها بالضبط. توفى سيدي. ارتاح اخيرا واجباتي تمت. انا كازوكي يعني تمت ممتنع. ايش بسموي اخيرا اقدر اكتكه طبعا. يب ما عنده حجي، يحجي ببطء 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 شديد. طبعا جوا هاي المنطقة انا مستكشفه مخلص يب ما مستكشف كل شي بعدني. اوكي هتزج اهلي شب اللوت اللي شفته وين؟ في مكان ما هنا لا. يب ذاك واللوت ذاك واللوت ان شاء الله لوت بي خير. هات مثال جيزو لوت ممتاز، هذا لوت اسطوري. وات ذا هيل ايش بيك حجي؟ وات حجيه قطع نهايه الامرين. هاي يا بنتي يا ابي سنكون انا واختي بجانبك دائما حتى لو لم يستمر ذلك للابد. لذلك فمن فضلك يا أبي استرح دام الحزن الموجود باللعبة دام الحزن. أنا كنت أقدر قتله هذا الحجي زين ما قتلته. حسن لا تخرب الجو رحمة الوالديك، بس دام اللقطة المحزنة يعني دام الحزن. مسكين يا اخي. اقدر انتقل بعد لي فوق؟ عذراء المقام في نوم عميق. ما اقدر انتقل لي فوق لان بتشيت التنين. عذراء المقام هاي شنو شغلتها؟ هاي شغلتها مهمة كلش بالطقوس اليابانية بان هي تتواصل او استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحاكم اللي في الاعلى خلينا نقول يتجسد بداخل جسمها يعني او يصير يتملك جسمها. او هيك شيء الكلاوات يعني هي راح تتواصل ويا التنين بين قوسين. التنين ليش كان بالبدايه الفيز الاول كان يطلعون تنانين صغار ويقحون؟ هذول التنانين صغار المرضى يعني ايش خلينا نقول هذا اجزاء التنين المريضه لازم تنقطع اول شيء حتى يطلع التنين قوي وبشكل صحيح. هاي شلون جزء من الثقافه اليابانيه او هيك شيء. يا بقدر اصعد فوق هيك دايم يا اخي منطقة اسطورية. اوكي لا بالوقت اللي جاي تشوفون بيه الحلقة احتمال كبير انا مسوي استفتاء على اللعبتين الجايات. اوكي قلعة وشنا شوف شي اذا عندك شي. لا ايه جوكيو هذا صار الجديد. وين ديفاين كونفتي؟ والله هنا ما احتاج انذني. تلاحظون من هنا جبت هاي القطعة مالت القناع. ديفاين كونفيتي صاير موجود بكل مكان يعني. الوحدة ب 300 شوف فلست. اوف. شيشا تاتشيني.
نايس نايس. مسدود. اوكي ما اقدر افتحه. دعم القلعة كلها محترقة. وات ذا هيل. الو شلون هنوب؟ خلني اشوف هنا بالله اكو مخرج اعتقد منه. اوكي هسه انا بالدنجن. اكو مخرج بالدنجن. اتعدى على موقع الساحر اللي جلته. يب هنا الدنجن. اذا على اليسرى اكو هنا يرقد. يب هنا الساحر كان موجود. يب هسه اقدر انتقل لهاي الجهة. نايس. اذا توجهت بهذا الاتجاه يابا اقدر اطلع من هنا. شيش هل هذا الطريق المفروض اجي؟ وات ذا هيل سدين الباب. ياها صراحة ما عندي فكرة وين المفروض اروح. ياها وين المفروض اروح؟ ما عندي فكرة. حتى هاي متدمرة لو تلاحظون. ياها هنا موتة أليمة. الو ما عندي فكرة ما عندي فكرة وين المفروض اروح. شيش واللي يقول روح من هنا ترى شو اسمه نفس الشيء يعني ما سويت شيء. الو قلعة عشينا. ماكو مخرج منا. الو صراحة أنا دخلت الحلقة وما ببالي فكرة يعني وين المفروض أروح. ما أدري اللي جاي أسوي صحيح لو لا. إذا نزلت هنا والنوبة نزلت منا أو جيت منا. دخلت. شيش نشوف. وياو هذا ماكو مخرج من ناشيني. ياب ماكو مخرج. واو اكو مخرج. هم ما ادري هل المفروض. الضباب. الدنيا محترقة برا. الدنيا محترقة. اوكي الدنيا محترقة برا. هل هذا هو الطريق المفترض اجي من عنده شباب؟ لو انا اتخيل. حتى الدود انقتل. يا قتل الدود ملاتي. دعم المنطقة. المنطقة. اوكي. واه وسخ. اوكي لا لا لا. اريد لكم طبر يكسر ظهركم هم. واو والله جلدوني. اوكي ابلع. الا هيج هيج تنجلدوني. ما يفيد بيكم العين وغادي. اوكي يا ها جاي يصير بهالمنطقه. بارود اسود. وات لوتك هنا محتاج ان. اوكي سحوق ترياق. شيش وبلع. شنو هذا؟ الو هذا بوس جديد عندك هنا؟ ازعاجات جديده. هولي شويش. شوف هالحركات ان شاء الله بالحلقه الجايه. اوكي نستكشف شنو التغيرات الصايره. فاوكي شباب اللي هنا وصلنا لنهايه حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسونا باللايك والاشتراك. واذا عندكم شيء تقولونه ولعبه تريدون العبها كتبوا لها في التعليقات. نشوفكم باكر الساعه 7 بالليل ولعبه سيكيرو شادو داي توايس. اوكي يلا باي.